حد يبص بس يرد على الكاميرا ديت يظبطها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، السؤال بتاع امبارح كان يقول الله سبحانه وتعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. الآية ديت في سورة إيه؟ وبتتكلم عن معركة إيه؟ ومعنى كلمة العدوى الدنيا والعدوى الإيه؟ القصوى والركب أسفل منكم. تعال، عارف الإجابة؟ يلا قول. بسم الله الرحمن الرحيم، امسك كده وقول يلا. اسم السورة سورة الأنفال. تمام. والمعركة معركة بدر، غزوة بدر الكبرى. تمام. والركض أسفل. معنى كلمة العدوى الدنيا يعني عدوة الدنيا الأرض الصلبة. الأرض الصلبة، ماشي مشيها. والعدوى القصوى الأرض الرطبة. الأرض الرطبة، جبت الكلام ده منين؟ والركب أسفل منكم. الركب أسفل منكم كلمة الركب يعني ايه؟ الركب معركة غزوة بدر كانت سنة كام؟ نديله الجايزة يا جماعة، جاب نص الإجابة. حد يعرف معنى العدوى الدنيا والعدوى القصوى؟ تعال. العدوى الدنيا الجانب الأدنى. طيب استنى، هو القصوى الجانب الأقصى. طيب العدوى الدنيا الجانب الإيه؟ الأدنى. الجانب الأدنى من مين؟ من المسلمين. نحسبها لك صح. والعدوى القصوى الجانب الإيه؟ الأبعد. من الإيه؟ من المشركين. تمام. كلمة الركب بقى معناها إيه؟ الركب جاري أبو سفيان. العير، عير أبو سفيان. أبو سفيان هو عارف بس مطلق. تمام. عير أبو سفيان. جدع 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 جدع. هاس، براحتك براحتك. صلوا على رسول الله. كويس، يعني هو يعني ايه كويس من الاطفال بتقرا يعني، فحاجه كويسه. طبعا الايه دي بتتكلم عن معركه بدر، واحنا الليله دي ليله ايه؟ 17. بيحتفل المسلمون الان بذكرى انتصارهم، انتصار المسلمين الاول على معركه في معركه بدر. المهم الايه بتقول ايه؟ اذ انتم بالعدوه الدنيا. ربنا بيوصف المعركه فبيقول، سيبها يا عم سيد بتاعت يا عم السيد، الله يبارك لك، سيبها سيبها سيبها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إذ أنتم بالعدوة الدنيا، بيوصف الإيه؟ الجيش المسلمين وجيش المشركين. بيقول لهم أنتم بالعدوة الدنيا. العدوة ديت حافة الوادي، المكان القريب من المسلمين، فسمى الوادي اللي هو قريب من المسلمين في المدينة اسمه العدوة الإيه؟ الدنيا. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم يعني المشركين بالعدوة القصوى، حافة الوادي اللي بعيد اللي عند المشركين، فأنتم قريبين من المدينة وهم قريبين من إيه؟ من مكة. والركب أسفل منكم. المسلمين أصلا طلعوا عشان العير، طلعوا علشان ياخدوا القافلة، قافلة أبو سفيان، عوضا لهم عما تركوه في المدينة. فعرف أبو سفيان بالموضوع فهرب وراح ناحية البحر الأحمر. فالمسلمين قريبين من مكة، قريبين من المدينة، والمشركين قريبين من إيه؟ من مكة. والعير هربت راحت في إيه؟ عند البحر الأحمر. عشان كده إحنا بنقول أقل منطقة وأخفض منطقة هي منطقة الساحل اللي مقاربة اللي ملاصقة للبحر. دي معنى الآية: إذ أنتم يا مسلمون بالعدوة الدنيا، بالمكان القريب من المدينة، وهم يعني المشركون بالعدوة القصوى القريبة من مكة، والركب العير أسفل منكم ناحية الإيه؟ البحر. تمام. بعد معنى الآية، بقية الآية بقى مش مهم عشان ما نطولش. يعني السؤال بتاع بكرة، السؤال بتاع بكرة، صلى الله على النبي، نسمع السؤال وبعد كده اتكلموا براحتكم. السؤال بتاع بكرة: يقول الله سبحانه وتعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. تاني، يقول الله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. في أي سورة وردت هذه الآية؟ وما سبب نزولها؟ هتلاقي خمس أسباب نزول، حاجات كتير أوي، عاوز اتنين بس. تمام؟ خمس أسباب نزول للآية دي، خمس قصص يعني، فأنت تقول لي اتنين بس.
في أي صورة وخأس بسبب نزولها ومعناه كده باختصار. الجواب بكرة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.